اخذت اليوم وقتك and you proved yourself big time على ارض الملعب. اكسبيرينس جديده مع المنتخب اللبناني. طبعا اكسبيرينس كثير جديده كثير حلوه واكيد انا بشرفني هيدا الشيء وكل شيء بعمله كرمال المنتخب وكل الشغل اللي عم بعمله كمان كرمال المنتخب ونحن اكيد الجهاز الفني عم يشتغل شغل كثير حلو كرمال يدعموني بهيدا الشيء وطبعا شكر كثير كبير لهم لانه لو ما لهم انا اكيد استدعوني وجيت من برا كرمال هيدا الشيء وانا اكيد كل شيء للمنتخب وحاجرب قد ما في اعمل كرمالهم. عم تلعب بلوتج كثير كبير عم تكون كثير ماتشور على ارض الملعب كريم. ثانك يو. هلا اكيد الاكسبيرينس اللي عم باخذها من برا عم بيجي قد ما في انا كمان جرب حط هيدا الشيء على ارض الملعب هون وجرب فيد الفريق باي طريقه ممكنه وكل شيء عم بعمله كرمال هيدا كرمال المنتخب كرمال لبعدين اكيد. شو بدك تقول للجمهور اللبناني؟ يعني هلا اكيد رح يبلشوا يكونوا عم يحكوا عنك. بعقده ما في يقول اكثر من هيك مع كل هالوضع ومع كل هاللي عم بيصير عم بيجوا وعم بيشجعونا وهيدي طبعا بطوله وديه كمان وليك ما اجملهم وليك ما احلاهم كلهم هون عم بيشجعونا.